بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا اللقاء الذي نتكلم فيه عن موضوع مهم في غاية الأهمية، وهو الدروس والعبر في وفاة سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم في مبعثه خير، وفي مبعثه نور، وفي مبعثه هداية للبشرية، أخرجهم من الظلمات إلى النور، وهداهم إلى صراط مستقيم. وكانت أيامه كلها أيام خير وأيام نور وأيام هداية للبشرية. وعاش صلى الله عليه وسلم حياة كريمة، ومات موتة كريمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أشار إلى أشياء تدل على أنه قرب وفاته، أو قربت وفاته صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف في السنة التي توفي فيها 20 يوما، وكان قبل ذلك يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وأيضا صلى الله عليه وسلم دارس جبريل القرآن مرتين، وكان يدارسه في كل سنة مرة واحدة. وقال في حجة الوداع: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقال وهو عند جمرة العقبة: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفي أوائل صفر سنة 11 من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات. وخرج ليلة في منتصفها إلى البقيع، فاستغفر لهم وقال: السلام عليكم أهل المقابر، ليهنى لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. وبشرهم قائلا: إنا بكم لاحقون. وكان صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع، فلما رجع أخذه صداع في رأسه، واتقدت فيه الحرارة، وهذا أول مرضه صلى الله عليه وسلم. وثقل برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع فجعل يسأل أزواجه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ فعلمنا أنه يريد أن يكون عند عائشة لمعرفتهن فيه صلى الله عليه وسلم، فأذن له أن يمرض عند عائشة رضي الله عنها. فمشى بين الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب، فجلس أسبوعه الأخير عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي يوم الأربعاء قبل 5 أيام من الوفاة، اتقدت حرارة العلة في بدنه، فاشتد به الوجع وغمي، فقال: هريقوا علي 7 قرب من آبار شتى، حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فأقعدوه في مخضب، وصبوا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم، أن يكفيكم. وعند ذلك أحس بخفة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وخرج وهو معصوب الرأس حتى جلس على المنبر، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى عند ذلك أبو بكر رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري:
فعجبنا لأبي بكر يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خيره الله بين الدنيا وزهرتها وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله فيبكي هذا الرجل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام اشتد به الوجع، فقال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده، وفي البيت رجال فيهم عمر. فقال عمر: قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يكتب لكم، ومنهم من يقول، ومنهم عمر رضي الله عنهم: قد غلب النبي صلى الله عليه وسلم الوجع ويكفينا كتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قوموا عني. وذلك أن عمر وغيره من الصحابة فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد لحرصه على أمته أن يكتب لهم أشياء هي موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يعرف وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمة فليقرأ الآيات التي فيها في سورة الأنعام. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بيومين، يوم السبت وكذلك بعده يوم الأحد قبل وفاته بيوم، وجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة، فخرج بين رجلين لصلاة الظهر، وكان يؤم الناس في طيلة الخمسة أيام الأخيرة من وفاته صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بأمره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، حتى إن بعض أمهات المؤمنين راجعن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عائشة، لأنها علمت أنه ما قام أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه إلا أبغضه الناس، فخافت أن يبغض الناس أباها، فأشارت أن يؤم الناس غير أبا بكر، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يؤم الناس أبا بكر، وذلك إشارة إلى أنه وأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة بعده صلى الله عليه وسلم، كما أجمع على ذلك المسلمون. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يوم الأحد، فأتى أبو بكر، فتأخر أبو بكر، فصلى النعسان جالسا بجانبه لأنه لا يستطيع القيام لمرضه صلوات الله وسلامه عليه. فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يأتمون بأبي بكر رضي الله عنه. وقبل وفاته بيوم صلى الله عليه وسلم أعتق غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن معاشر الأنبياء لا يورثون، ما تركوه صدقة، حتى إنه قال لعائشة: أين سبعة دنانير أو ستة دنانير التي عندك؟ قالت: يا رسول الله هي عندي. قال: تصدقي بها. ثم بعد ذلك قال: أين الدنانير؟ وكانت عائشة اشتغلت بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من برها برسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخرج ولا تذهب، إنما كانت ترقيه عليه الصلاة والسلام بالقرآن وتمسح بيده الشريفة على جسده الشريف رجاء بركة يده صلوات الله وسلامه عليه. فلما سألها مرة أخرى: أين الدنانير؟ قالت: هي عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: تصدقي بها. فتصدق بها وقال: ما ظن محمد أن يلقى ربه وعنده هذه الدنانير، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وآخر يوم من حياته وهو يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول على المشهور عند العلماء، فكان الصحابة يصلون صلاة الفجر كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، فرآه الصحابة كأن وجهه فلقة قمر صلى الله عليه وسلم، فكاد الصحابة أن يفتتنوا في صلاتهم، يعني يخرجوا من صلاتهم لشدة محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشدة شوقهم إليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم تمسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج ليصلي بهم كما فعل في يوم الأحد والسبت الذي قبله.
فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بيده الشريفة أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وهذا آخر يوم رأوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعدها، لأنه توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من ضحى هذا اليوم. ولما ارتفع الضحى دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة فسارها في شيء فبكت، ثم سارها في شيء آخر فضحكت، فقالت عائشة رضي الله عنها: عجبت لذلك، ما رأيتك اليوم قط أقرب حزن من ضحك أو فرح من ضحك. فقالت لفاطمة: ما هي أو ما الذي أسر إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السر لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلنه لأعلنه في البيت، فلما أسر بذلك علم أنه أراد أن يخبرها وحدها رضي الله عنها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لفاطمة رضي الله عنهن: بحقي عليك إلا أخبرتيني بما أسر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. قالت: أما الآن فنعم، إنه سر إلي وأخبرني أن جبريل عليه السلام كان يدرس القرآن في كل سنة مرة، وإنه دارسه في هذه السنة مرتين. قال عليه الصلاة والسلام: وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي فبكيت لذلك. ثم سارني المرة الأخرى فأخبرني أني أول أهلي لحوقا به فضحكت. وفي رواية في الصحيح أنه قال لها صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت فرحا بذلك وهذه البشارة العظيمة رضي الله عنها وأرضاها. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بسبطيه الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ودعا أزواجه فوعظهن وذكرهن، وطفق صلى الله عليه وسلم يشتد به الوجع، وقد ظهر أثر السم الذي أكله من الشاة المسمومة في عام خيبر من اليهودية التي سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسأل أي اللحم أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أنه يحب الكتف فزادت في السم. فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه على هذه الشاة المصلية يعني المشوية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها شيئا، فلما أكل ومضغها قبل أن يبتلعها أخبرته اللحمة، وهذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، أنها مسمومة. فلفظ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل بعض أصحابه منهم بشر بن معرور رضي الله عنه الأنصاري، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اليهودية فقال: ما حملك على ذلك؟ قال: حملني على ذلك إن كنت نبيا فإن الله سيخبرك، وإن كنت غير نبي فإني أريد أن أريح الناس منك، أو كما قالت. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك: ما كان الله ليسلطك علي. فلما توفي بشر بن معرور من هذا السم أمر النعسان بقتلها قصاصا فقتلت عند ذلك. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته في يوم الاثنين قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت في خيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. فكان صلى الله عليه وسلم قد توفي شهيدا مع أنه نبيا ومع أنه نبي ورسول صلوات الله وسلامه عليه، ليجمع الله جل وعلا له الفضائل كما قال ابن شهاب الزهري رحمة الله عليه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك بالصلاة، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كرر ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. في يومها يعني في يومها الذي كان معتادا، مع أنه في الأسبوع الأخير كان عند عائشة كما أخبرنا أو كما ذكرنا،
لكنه وافق ذلك اليوم يومها المعتاد الذي كانت عنده رضي الله الذي كان عندها رضي الله عنها وصلى الله على نبينا وسلم. ودخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو عائشة رضي الله عنها، دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أخته عائشة رضي الله عنها، فعند ذلك رأى النبي عسام معه مسواكا، فأشار النبي أو بدد النبي صلى الله عليه وسلم إليه بصره، فعرفت عائشة رضي الله عنها لشدة معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب السواك، فأمرت عبد الرحمن أن يعطيها السواك، فأخذته وقضمته وطيبته وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك أحسن ما استاك منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يموتون حتى يخيروا، فنسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع نبيه في الرفيق الأعلى، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.